معنى ذلك مصر التوقيت بتتكلم على مصر بالظبط هم الذين هاجموا الآن مصر. دي أول مرة. إسرائيل تبدأ حرب بالأوضاع الدفاعية. أول مرة أوضاع دفاعية. تمام. عادة إن هو اللي بيهاجم. 48 56 67 اتفضل يا فندم. بيقول كامل هو بيكمل بيقول معنى ذلك التوقيت لهم هم اللي اختاروا التوقيت المصريين مصر. ايوه والهجوم لهم. اما المفاجاه هي لينا احنا واصبح علينا ان ندافع وهذا امر مرير ان عمرهم ما يبداوا معركه من اوضاع دفاعيه. نعم. النقطه المهمه دي بقى الثانيه اللي قالها رئيس الاستخبارات العسكريه جنرال ايلي زعيرة ودي لازم بقى تبقى دي نقطه انذار بالنسبه لنا. بيقول المواجهه بين الدول العربيه ايوه واسرائيل ايوه من الممكن ان تتكرر في المستقبل. نقف هنا ونشرح النقطه دي كويس. كده اتفضل يا فندم. الصراع يعني احنا طبعا نامل ان السلام يسود طبعا. ويبقى الـ مصر والشرق الاوسط. نعم. انما الـ الـ الكلام ده خطير كمان. رساله عشان كده انا بدات بيها نامل السلام يسود وطول ما في احترام لسياده الدول وكرامتها وحقوقها. نعم. اهلا وسهلا. نعم. انما يعني هرجع لورا اقول اسرائيل بدات ازاي. نعم. بدات من الشتات، كانوا مجموعات في الشتات في عده دول. نعم. سنه 1890 ولا كان في بقى موبايل ولا سوشيال ميديا ولا. نعم. خلافه. نعم. وتجمعوا على هدف غير مشروع عشان يعملوه مشروع. لحد من بعد حوالي 50 سنه انشاوا دوله اسرائيل سنه 48. نعم. طيب هجموا علينا في 56 بعد حوالي 7 سنين من انشاء الدوله. عدوان علينا بالظبط كده. نعم. ثم في 67 وحيمكن في الكلام هنتكرر بيها. نعم. هو بيقول بقى ايه؟ المواجهه بين الدول العربيه والصين من الممكن ان تتكرر في المستقبل ولكن في ظل ظروف اسوأ من ظروف عيد الفطر. نعم. عشان يقول الكلمه دي صح من ظروف 6 اكتوبر 73 بالظبط كده. عشان ظروف أسوأ يقصد أسوأ. ايه هنا يسوأ ان لو ما كانوش هما يساعدوا كويس. ولو احنا استعدينا اكتر كدول كمصر او اي حد. نعم. اللي هيستعد احسن ويكون متنبه. نعم. هو ده اللي هيقدر يفرض. نعم. ده بيخلينا ان احنا ننتبه. ايوه احنا في سلام. نعم. ونستمر. نعم. انما لا ننسى ان تكون الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها عسكريا واقتصاديا وسياسيا ومعنويا. السلام يحتاج قوة تحميه. طبعا. لو انت مش جيش قوي خلاص عندك مشكلة. مش كده؟ بالظبط كده. وده الكلام اللي قاله رئيس الاستخبارات الاسرائيلية معناه كده. ما هو بيقول لهم بيقول لهم خلي بالك وارد يحصل حرب أخرى. وارد. خلي بال سيادتك اما نتكلم على 10 و20 و40 سنة في عمر الدول ده يمثل الفترة الزمنية. نعم. فمش معنى انه في المستقبل انه بعد سنة أو 10 انما علينا بمناسبة ان نتحسب. بمناسبة هو حد كان يتوقع روسيا واوكرانيا يحصل معاهم كده؟ حد كان يتوقع؟ بالظبط كده. فيعني دي امور بالظبط هي الحياه كده لانه في اطماع. في اطماع وخاصه سياده اللواء محمود سيناء. هنتكلم على سيناء بالتفصيل بعد شويه. اتفضل يا فندم. وهنقول ليه اهميتها. ايوه. وازاي سابوها. نعم. ونتكلم عشان الخص كلام حضرتك. الضعف دعوة للعدوان خاصة للبلاد اللي موجودة في وسط مجتمع دولي متقلب. دول جنبك طمعنا فيك في مشاكل. المشاكل ممكن تستمر سنة واثنين وعشرة لكن هيجي لها وقت. النقطة دي مهمة. الضعف دعوة للعدوان. دعوة للعدوان. طبعا لازم طبعا. تبقى قوي بالظبط كده.